افرح من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ثم يقال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد الله علي محمد الليب، رئيس لجنة تحكيم، رئيس لجنة التحكيم في المسابقة القرآنية الخامسة عشر التي تقيمها الشركة الليبية للحديد والصلب. طبعا هذه المسابقة في نسختها الخامسة عشرة فيها خمسة جوانب. الجانب الأول يعنى بحفظ القرآن الكريم كاملا، والجانب الثاني يعنى بحفظ النصف الأخير من القرآن الكريم، والجانب الثالث يعنى بحفظ الربع الأخير من القرآن الكريم، والجانب الرابع يعنى بحفظ الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم، والجانب الخامس والأخير يعنى بحفظ جزء عام. طبعا المسابقة على مستوى مدينة مصراتة، يعني في محلية مستوى مصراتة. عدد المتسابقين حوالي 260 متسابق، مقسمين على فروع المسابقة. المسابقة بدأت اليوم اللي هو يوم 10 رمضان يوم السبت، وتنتهي إن شاء الله يوم 20 رمضان. بالنسبة للتسابق ينتهي يوم 18 رمضان، وعندنا يوم راحة لإعداد النتيجة، ويوم 20 رمضان إن شاء الله ستعلن النتيجة في هذا المسجد.